صباح الخير. التوك بتاعتي عن الحول الأنسي المعكوس اللي بيحصل بعد ما بنعمل باي لاترال ريكتس ريسيشن في حالات الحول الوحشي المتقطع. فبتحول الحول الوحشي المتقطع أحد مشاكلنا اللي بتقابلنا كتير جدا جدا. الحاجة اللي الناس اللي بيشتغلوا حول بيشوفوا الموضوع ده كتير، لأن حالات الحول الوحش المتقطع ده حالات كتيرة جدا، ونسبة حدوث الحول الأنسي المعكوس أو الكونسكتيف إيزوتروبيا بعد عملية البايلاترال ريسيشن حاجة واردة ولازم كلنا نعترف بيها. اللي ما بيحصلوش يبقى بيشتغل أقل بكتير قوي من المفروض يعمله. المنظر ده أنا متعود عليه، يعني مش حاجة غريبة جدا. ان انا بنت انترميتنت اكس تي زي كده دخلت عملت لها باي لاترس، تاني يوم الام بتصوت الحقني يا دكتور البنت عينها دخلت لجوه، بعد ما كانت طلعت لبره دخلت لجوه حصل لها حول انسي. ده منظر مألوف بالنسبه لي، انا بشوفه كتير، حاجه بتحصل الانسان ساعتها كتير، ما يعني بحاول اتجنبها ولكن بلا فائده، بتحصل. يعني انا ما وصلتش بعد السن دي ان انا اوصل لمعادله كده ما تخليش الكومبليكيشن دي تحصل لي، بتحصل لي على طول كتير، مش على طول يعني بس بشوفها. يعني احنا عارفين الانترميتنت اكس تي يعني نسبه وجودها في الديفيشنز كبيره جدا، لدرجه ان بعض الكتب بتقول ان 90% من الناس اللي عندهم حول وحشي بيبقوا حول وحشي متقطع. 90% من الناس اللي على الكره الارضيه اللي عندهم حول وحشي متقطع بيبقى هو حول وحشي متقطع، نسبه وجوده كبيره جدا. وعارفين كلنا مش هنقعد نسرد في الموضوع، يعني بدي مقدمه على الحول الوحشي المتقطع. كلنا عارفين دي اربع انواع: البيزك والدايفرجنس اكسس والكونفرجنس سفيشنسي والسيموليتد دايفرجنس سفيشنسي. كلنا عارفين طبعا الانواع دي، مش هناخد في الكلام فيها. وكلنا عارفين طبعا ومجمعين ومتفقين ان اشهر وسيله وانجح وسيله لعلاج الحول الوحش المتقطع هي باي لاترال ريكتس ريسيشن مبدئيا. ساعات نزود عضله كمان لو الدنيا الانجل كبيره قوي، انما لابد في العمليه نعمل باي لاترال ريكتس ريسيشن، ازود عليها ماشي، انما لازم ابتدي بالباي لاترال ريكتس ريسيشن. كلنا طبعا عارفين الجداول، كلنا الجداول دي عندنا، وكلنا بنقيس الانجل في العياده بالطريقه اللي انت متعود بتقيس بيها الانجل، بص في الجدول تقول انا هعمل باي لاترال ريسيشن كذا مل، كلنا متفقين على هذا. ونفاجئ بعد كل هذا الحرص وهذا القياس وهذه الجداول ان في حالات برضو موجوده بتحصل لها كونسكتيف ايزوتروبيا. يقال في الكتب ان لحد 8 بريزم ديوبتر ايزوتروبيا مش اكتر بعد عمليه باي لاترال ريسيشن تعتبر نتيجه مقبوله ومشجعه. وما تخافش، ال 8 بريزم ديوبتر ايزوتروبيا دول هيكتفوا بعد شويه، ما تخافش ده طبيعي. اكتر من كده قال لا مش هيخ مش هي. عاده مش بيختفوا، بتحتاج تدخل اخر عاده. يعني بيقولوا في الكتب زي ما قلت لحضراتكم الدكاتره اللي ما بتشوفش في حالاتها كونسيكوتيف ايزوتروبيا في حالات الباي لاترال سيشن بعد انترميت اكستروبيا يبقى كاشين ايديهم قوي، حالاتهم كلها بتبقى ريزيدوال اكستروبيا. عشان تبقى اكوريت اتعود دايما يبقى في سنه ايزوتروبيا ما تزيدش عن 8 دايوبتر بعد العمليه بتاعتك. لما بنعمل عمليات الانترميتنت اكستروبيا بيبقى عندي ثلاث نتائج كلنا عارفينها طبعا لا رابع لهما: النتيجه الاولانيه ان البنت تبقى كويسه، النتيجة الثانية انك قللت الشغل شوية، خفت كشيت فحصل ريزيديوال انجل من الاكستروبيا الموجودة ما اتصلحتش تماما. الوضع الثالث ان يحصل احنا هنتكلم فيه في المحاضرة النهاردة، ان يحصل كونسيكتيف ايزوتروبيا، العين تحول على الاتجاه العكسي بدل ما هو وحشي بيبقى حول. الكتب مختلفة اختلاف بين في
بتحصل قد ايه؟ من اول ما ابتدوا 2% من الحالات لحد 25% من الحالات. في كتب بتقول ان 25% من حالات الباي لاترال سيشن بيحصل لها كونسيكتيف ايزو. لا انا مش الرقم ده كبير، الرقم ده كبير يعني مش معقول ربع الحالات بيحصل لها، يعني رقم كبير، انما بيحصل بيحصل. يعني يعني لو اشتغلت 10 حالات مثلا لازم فيهم حاله لازم لازم ما يعدوش 10 ابدا، لازم في حاله كونسيكتيف ايزوتروبيا. حسب المراجع كل مرجع بيقول نسبه مئويه معينه لمعدل حدوث هذه المشكله. في بري ديسبوزنج فاكتورز، في 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 حالات وانت داخل العمليه بيبقى قلبك مقبوض كده، ده هيحصل لها او غالبا هيحصل لها. في حاجات كده احنا عارفينها، ورغم ان احنا عارفينها هنعمل ايه؟ يعني مثلا يقال ان لو السن صغير قوي او كبير قوي دول معدل الحدوث الكونسيكتيف ايزوتروبيا اعلى. يعني لو دخلت في حاله مثلا سنه ونص انترميتنت اكستروبيا والانسنس اساسا مش عاليه وعملت لها باي لاترال سيشن عاده تخش في كونسيكتيف ايزوتروبيا. انا بفضل انفورم المريض ان المشكله دي موجوده بعد العمليه بتاعت الحول ده واحتمال تحصل، ولو حصلت هقول لك هنعمل ايه، بس عشان ما تتخضش ممكن بس انا بقول اللي عندي كده. فاول حاجه ممكن تزود الانستنس بتاعت الكونسيكتيف ايزوتروبيا ان العين يكون صغير قوي او كبير قوي. فدايما كلنا على لساننا يعني كلنا مع بعض يعني كلنا عارفين، يقول رحت للدكتوره دلال فقالت لي لا استنى لما يبقى 4 سنين حاول وحش من استنى 4 سنين. رحت لابراهيم العدوي في المنصوره دكتور كمان قال لي 4 سنين. ايه موضوع الاربع سنين ده؟ كلنا متفقين على رقمنا، هو رقم موجود في الكتب فعلا، هو رقم مقبول اجتماعيا ان الطفل قبل 4 سنين قاعد في بيته ما حدش بيشوفه بيحول غير ماما او بابا، مش مشكله. انما 4 سنين هيخش كي جوان، هيروح مدرسه، هيبتدي اصحابه يشوفوه، هيبتدي الميسات يشوفوه، مش منظر. هو سن مناسب انك تتدخل، زائد فعلا الانستنس بتاعت الكونسكتيف ايزوتروبي قبل سن 4 سنين عاليه اعلى، كلنا متفقين على ده. فبنستنى بعد ال4 سنين، رغم ان احنا بنستنى برضه بتحصل لنا. من البريدسبوزنج فاكتور برضه الانستنس بتاعت الانترميتنت اكستروب. ساعات تيجي تقوم تقول لك البنت قاعده يا دكتور انا حاول البرة كده، وبعدين تتعدي ثانيه بتاخد ثانيه. بتحصل كم مره يا ماما؟ بتحصل مرتين، في مرتين بس مرتين. طب حد بيشوفها؟ لا ما حدش خد باله خالص. دي ماما نفسها يعني ام جدتها ما خدتش بالها، ولا حد في المدرسه خد باله، ولا الميس كلمتها، مفيش حاجه خالص. طب انت عايز ايه؟ ما تسيبيها يعني، دي سيبها. يعني الانترميتنت اكستروبيا مرض غير ضار، انا دايما بقول كده بكتب كده المرض عندي سيمس كده بكتبها لعيني، ده مرض غير ضار مطلقا، مش بيأثر على الفيجن، مش بيأثر على الباينوكولار فيجن، ما بيعملش امبليوبيا ابدا، ليه؟ كل شويه العين بتتعدل وبتشوف، وبالتالي هو مرض غير ضار. ضرره الوحيد في الضغط الاجتماعي اللي بيقع على المريض نتيجه ظهور الحول في وقت ما. طب اذا كان الضغط الاجتماعي ده مش موجود، محدش بيشوفه، يعني انت بس شايفاه يا ماما، تقول لي بس لما بتصحى اول ما بتصحى تقعد ثانيه كده وتروح عنه ما تعملش ثاني خالص طول اليوم. طب ايه مشكلتك؟ ما تسيبيها، سيبيها. لانك لو تدخلت في حالات انترميتنت اكستروبيا الانستنس بتاعها قليل قوي، عاده دي من الحاجات اللي انت توقع فيها ان يحصل لك كونسيكتيف ايزوتروبيا. بتبقى اكتر برضو، احنا قلنا الانترميتنت اكستروبيا 4 انواع، بتبقى اكتر في النوع اللي اسمه دايفرجنس اكستروبيا، دايفرجنس اكسس، اللي فيه الانجل اوف ديفيشن لما تيجي تبص لبعيد بتبقى اكتر لما تيجي تبص لقريب. وفعلا لما تقول لك من غير ما تقعد تشخص، يعني تقول لك وهي باصه كده مفيش حاجه خالص يا دكتور، لو انا واقف في اخر الاوضه تلاقي عامله كده، تعرف على طول ان ده من النوع دايفرجنس اكسس. لسه فعلا متاكد النوع ده بيبقى عرضه ان يحصل له كونسيكتيف ايزوتروبيا اكتر من بقيه الانواع. فتوقعه وانا ببلغ انه بقول النوع ده ممكن يحصل لك حول انسي معكوس بعد العمليه. اخر حاجه بنتكلم عليها البريزبونس فاكتورز كونسيكتيف ايزوتروبيا، اللي هي المشاكل المرتبطه بالباينوكلار فيجن والاستيريوبيسس والحاجات دي. هاي ريفراكتيف ايرور، انايزومتروبيا، امبليوبيا، 1 ناقص 6 ناقص 7، الريفراكشن نظره ضعيف، ده بيبقى عرضه اكتر بعد العمليه ان يحصل له كونسيكتيف ايزوتروبيا.
اخر سبب هو مكتوب في الحقيقه سبب غريب قوي بس لازم اقوله. سبب اخر حاجه ممكن تزود الانسنس بتاع الكونسيكتيف ايزوتروبيا انك تعمل باي لاترال ريسيشن، يعني لو اخترت النوع ده من العمليه ده بيبقى معدل حدوث الايزوتروبيا اكثر، لان في ناس ما بيعملوش باي لاترال ريسيشن، في ناس بيعملوا او بيزك مثلا تلميذ الاكسلور بيعملوا ريسيشن ريسكشن للميديا لاترال ريكس، في ناس زمان بس حصل رده بعد كده كان الكونفيرجنس انسفيشنسي انترميديت اكسلوربيا كانوا بيعملوا لها باي لاترال ريكتس ميديا ريكتس ريسكشن، بس خلاص كله دلوقتي شغال على اللاترال ريكتاي، وبالتالي الانسنس بتزيد اكتر لو انا اخترت نوع العمليه اللي بتكلم عليها في المحاضره اللي هو باي لاترال ريكتس ريسكشن. المانجمنت، المانجمنت مشكله، مشكله انك تقول الام عايزين نستنى، مصيبه نستنى يعني، يعني انا جالك من المنصوره ولا من سعيد وقالوا جمال صبح اللي هو ما اعرفش ايه، وبعدين بنتك بتحول كده تروح اقولها لي كده وتقول لي نستنى، نستنى ايه؟ لا يا ما بيقبلوش، ما فيش حل غير انك تستنى، لازم تستنى، خدهم في جنابك اتصرف خليك لبق اتصرف، لازم تستنى. دي لازم تستنى لان نسبه كبيره من الحالات بتريكفر لوحدها، فلازم استنى. بالكونسرفاتيف ثيرابي ممكن جدا يرجعوا يبقوا الكونسرفاتيف ثيرابي بنعمل اوكلوجن كتير من الدكاتره كلنا عارفين طبعا عضله العين دي شويه والعين دي شويه لو العين عنده شويه هايبروبيا زائد ثلاث ارباع انا ما اعرفش ايه في الاوقات العاديه ولا بتهمك هنا بقى يعني هي دي اللي هتعدلها دلوقتي بنعمل لها نظاره تفضل ايه تمطوح في الدنيا كده تزق 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 عشان الدنيا تمشي قدام شويه. دي صور حالات عندي لما استنيت عشان تشوفوا اهميه انكم تستنوا تو ويت، ما اوعى اوعى اهل المريض يضغطوا عليك تخش بعد العمليه باسبوع عشان البنت حصل لها ايزوتروبيا تخش تعدلها لهم، اوعى انت دخلت نفسك بقى في متاهه مش هتخلص منها. استنى حضرتك شوف البنت دي كانت ابتدت ازاي بعد العمليه وشويه بشويه بعد شهر بصوا بقت جميله جدا جميله جدا من غير ما اعمل لها حاجه تاني اتحسنت لوحدها. البنت دي طولت شويه قعدت شهرين بصوا ابتدت ازاي في اول صوره على الشمال بيكون سيكتيف واضحه جدا وحشه وحشه خالص. شوف بقى الكلام اللي ممكن خدته في جنابي والبنت طالعه من العمليه كده شويه طب استنوا طب اهو طب صوره بالواتس طب ما اعرفش ايه بعد شهرين نلاقي الدنيا بقت حلوه قوي بدون اي تدخل جراحي. البنت دي بعد اربع شهور انا ما بستناش اربع شهور ايه الحد الاقصى اللي الدكتور بيستناه وبعد كده يتدخل بتفرق والله من دكتور لدكتور طبعا كلكم حبايبي وزمايلي ما انا عارف الحدود الاقصى بتاعتكم اللي بس الدكتور ابراهيم قال لي انا بعد كذا استنى كمان ما اعرفش ايه انا بستنى ثلاث شهور الحد الاقصى اللي بعديه اتدخل جراحيا عشان اعدل انترميتنت ايزوتروبيا بستنى ثلاث شهور. البنت دي اصلا قعدت اربع شهور ما جاتليش فضلت حتى ثلاث شهور عماله تشتمني على الواتساب وبعد اربع شهور بعتت قالت لي الحق البنت بقت جميله جدا وبعتت لي الصوره بتاعتها ودي اندر صوره عندي حطيتها على صفحتي على الفيسبوك. البنت دي بعد خمس شهور انتظار وانا برضو ماليش دعوه كنت هتدخل هي قالت لا مش عايز عمليات تاني عوضنا على الله الى اخره يعني. واذا بعد خمس شهور بعت لي صوره بنتها والاقي المنظر السكر ده بدون برضو اي تدخل جراحي. ده الصور دي انا جايبها عشان اشجع حضراتكم اكرر واقول لكم موضوع لازم تنتظره وما تتدخلش ابدا وما تسمعش كلام الاب والام واستحمل. ليه؟ كتير من الاطفال دول بيتحسنوا بكويسين قوي. التريتمنت بتاعت الانترميديال اكستروبيا اما بعمل يونيلاترال ميديال اكستروبيا اذا كانت الانجل الصغيره اذا كانت الانجل الكبيره بعمل بايلاترال ميديال اكستروبيا نتائج العمليات بتاعتها بتبقى حلوه قوي وما فيهاش اي مشكله. شكرا جزيلا شكرا جزيلا.